الرحيم. تحية نضالية عالية للشرفاء والشريفات المناضلات والمناضلين الذين أبوا إلا أن ينزلوا إلى الساحة ليبرهنوا على رفضهم الكلي للممارسات اللامسؤولة التي مورست علينا من خلال تغيير اسم الشهادة التي سوف نحصل عليها من التكوين الذي نحن بصدده وتحويلها من شهادة أكرر وتحويلها من شهادة الكفاءة المهنية والتي لها معادلة قانونية إلى شهادة تعادل شهادة ابتدائية وأكرر تعادل شهادة ابتدائية. أنتم أيها المجازون سوف تعودون إلى الوراء 12 سنة لتدرسون شهادة كفاءة شهادة ابتدائية. لا معادلة قانونية لها، وهذا هو الغريب في الأمر أننا عاد نحصلوا على شهادة ليس لها معادلة قانونية، وكأننا نحصلوا على واحد الأتيستاسيون اللي هي ديال 6 شهور اللي ما عندها حتى شي أساس. صوروا من بعد 12 شهر كل واحد فينا يعرف منين يجي والمصاريف اللي صرف على شهادة لا أساس لها. أليس هذا ضحك على الطقور واستهتار بحاملي الشواهد العليا؟ أقول وأقرر واستهتار بحاملين الشواهد العليا وبمنحة شهرية وليست إعانة يتم صرفها على هو المسؤولين. حنا ما جينا نسعى وحد، حنا كنكرر ما جينا نسعى وحد، هذه منحة شهرية خاصة بالمتدربين. كمل لا خسرناش الشكل. أقول وأقرر هذه منحة خاصة بالمتدربين والمتكونين، ورهاننا الأول والأخير أيها المناضلون والمناضلات الأحرار هو الصيغة التي سوف تساغ بها، هو الصيغة التي تساغ بها هذه الشهادة التي سوف نحصل عليها. إذ ليس من المعقول أن نكون أن نحصل ليس من المعقول أن نكون ضحية استهتار المسؤولين عن هذا المشروع، ونطالبهم من خلال شكلنا النضالي هذا أن يلتزموا بما جاء به المشروع منذ البداية، وإلا سوف نواصل أشكالنا النضالية حتى تحقيق المطالب، ودمتم ودمنا للنضال أوفياء. وانا صغير قالوا لي بالقرايه توصل وليت نقرا صباح وعشيه ونهار دخلت الكليه كلشي على حساب والدينا قالوا الدولة تخلص ليا ومنحة دورية ما تقدري تقضية
وتسنين ضد التضحية والقضية هي والقضية هي ومن بعد جسم البطالة وبدأت حماد القاضية قالوا لي يا كاين سكوين الكفاءة المهنية شوية هي تجيني صدمة قوية من الكفاءة المهنية شهادات سدائية واش كتحكو عليا واش كتحكو علينا وانا ندير تنسيقية وطنية ومحلية ومن كازان وجدة تحية ومن راكش وفاس الأبية والعاصمة حتى هي نقولوها بعلانية الشهادة الابتدائية